احنا جايين لك بالحسن يا اخ جابر. ومجيتك ومجيت الناس الكبار فوق راسي يا باشمهندس. لو مشكلتك زي ما انا فاهم في الفلوس، انا مستعد خلات تنزل لك عن كل مقاليم هتورثه من زياد. وانا معيش غير الارض، والناس دي عارفه زين ان ارضنا ما تروحش للغريب. بالاصول يا جابر مش بالغصب. اللي تحكم بيها خال يمشي على رقبتي. هتعوضها بالمال، تاخد ارض اخوك وتديها التمن. ده حكم يا جابر. واحنا متنازلين عن المال، هي ولا محتاجه فلوس ولا محتاجه ارض يا حاج. حقها ولازم تاخده يا باش مهندس. انا المهم عند اختي. انت مش فاهم اللي انت عملته ده ممكن يأذيها ازاي. البني ادمه اللي انت خطفتها دي مريضه. اختك في الحفظ والسور يا استاذ عمر، ومحدش مس منها شعره. خلاص يبقى تقوم تندهلها وجهز الورق والعود، وانا اوعدك اخليها تمضي على كل اللي انت عايزه. ماشي. وانا يا حماده، يا حماده. ايوه يا بوي. نادى على قبلتك منار من فوق. الحقني يا حاج، الحقني يا حاج. يا وليه القبله منار؟ مالها؟ بقيناها هربت. هربت يا نهار ابوك الطين ومطين. نهار ابوك طين، هربت كيف يعني؟ دخلت القاعه يا حاج، لقيت الشباك مفتوح وحبل متدل. نهار ابوك طين. اقول اهل الناس اللي موجودين بره، ارفع نظري كيف قدام كبارات البلد. اشحال ما كنتش منبه عليكم يا بهايم، عيبكم ما تغفلش عنها دقيقه. اتصرف كيف يعني؟ ها حطيتوا راسي في الواحد وقدام كبارات البلد. وانت وانت ولاخواتك ولاد عمك واخوانك، وما اشوفش سحله واحد فيكم هنا غير وهي معاه. يلا وانتوا واقفين كده ليه؟ حاضر. يلا حاضر. روحوا جهزوا الوكل للضيوف اللي موجودين بره وانت بايع. استرها يا رب، استرها يا رب. لسه غارين جنيه يا منار، مش حالي ما كنتش شالك من على الارض شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. احنا اللي سمعناه ده صح؟ صح يا باشمهندس. يعني صح. ايه؟ يعني ايه منار مش هنا؟ طمن يا عمر بقى على جوه، ده كلها كان بيت وغيط والطريق وقع وما تعرفش توصل للموقف. عارف لو حصل لها حاجه قسما بالله يا جابر ما هسيبك، وبقول كده قدام الرجاله وباعلى صوت. وانا ما اقدرش افتح خشمي معاك ولو بحرف يا باشمهندس. وانتوا انتوا بتدوروا معاهم في البلد؟ ده الغلب ده؟